أهلا بكم مشاهدينا، وحديثنا طبعا أثناء الفاصل أنا وليلى كنا عن العام الدراسي وكيفية التهيئة للعام والفرق اللي كنا به يعني في هذا العام عن السنوات الماضية، يعني تقريبا صحيح قبل 10 سنوات نشعر كأنما إنه الإمكانيات اللي دا تكون للطلاب على الرغم من أنه أكو مشاكل في نقص الرحلات ونقص الكتب يمكن يكون، لكن أكو أشياء ثانية إيجابية متوفرة ما كانت متوفرة للطلاب اللي قبل 10 سنوات مثل ما نقول إحنا. نعم يعني صحيح، يعني ليلى يحتاج متابعة من الأهل دائما، يحتاج أنه أنا أقول لهم، أنا مو بس أقول لهم، أجي أقعد وياها. صح يمكن تقول هي صارت كبيرة بعد ما بلي يحتاج، لكن أحيانا يعني استوجب هذا الموضوع، دا أشوفها مهملة لدراستها، أي أقعد وياها أفتهم ليش دا تقصر، شنو الشيء الشاغل بالها، شنو الشيء اللي ماخذها صح عن الدراسة، عن أهم نقطة بحياتها ممكن أنه تطورها ويعني توصل بها إلى هو مرحلة مو من بس النجاح. الحديث على الطالبات، الطلاب أيضا أكيد يعني نعم ذكور وأناث لازم إنه يكون أكو اهتمام لهم من قبل الأهل. صحيح، بس لكون الفتاة هي يمكن حساسة وممكن أنه يعني تتأزم حالتها وتوصل إلى أي مرحلة ممكن أنه يعني تسوي فد أمور تؤذي نفسها تؤذي الآخرين كل من حولها، فإحنا يعني ما أعرف ليش دا نوصل لهذه المرحلة من اليأس من الإحباط. يمكن أهم نقطة ممكن يعني يحفزوها الأهل هي أيضا المستوى الديني، يعني بلي أنه أني أخلي ارتباط هذا الطالب بالله سبحانه وتعالى، أنه ترى الله واقف وياك، الله دائما ساندك، بس أنت اسعى، بس أنت أي يعني صير إلى مستوى ممكن أنه إحنا نفخر بيك. هذا التشجيع والتحفيز وربط العبد بالله سبحانه وتعالى هواي ممكن ينفع الشخص هذا، خصوصا في مستوى المراهقة، في عمر المراهقة كلش أي يحتاج هالمرحلة خطرة انه يتعلق المراهق بشيء، فخليه يتعلق بالاشياء الايجابيه، خليني اني ادليه الطريق بدل ما بلي غيري ياخذه الى طريق ما يعرف شنو يعني بلي مصيره. صح. زين احنا مثل ما وفرنا لاولادنا القرطاسيه، وفرنا لهم اللبس الجيد، وفرنا لهم خدمه انترنت موجوده بالبيت، وفرنا لهم حتى عفوا المكان اللي يجلس بيه حتى يقرا، موفر لهم رحلات حلوه بداخل البيت، طاولات خاصه بيهم، اماكن خاصه بيهم حتى يؤدون دراستهم ويؤدون واجباتهم بصوره جيده. أنا أعتقد العامل اللي يتوفر عليهم هم الأولاد ليكونون يعني متدلعين زايد عن اللزوم. متكلين بلي لازم إنه مثل ما الأهل قدموا لهم خدمة يفترض إنه هم يردون الجميل، والجميل أكيد راح يرجع من خلال التزامهم بواجباتهم المدرسية، من خلال إنه حصولهم على علامات جيدة في الدراسة. أكو أشخاص آخرين يحتاجون رد جميل من عندنا مو فقط الوالدين، وهما القوات الأمنية. هسه يمكن البعض يتساءل يقول شنو دخل القوات الأمنية بموضوع المدارس؟ يمكن إنه يوفرون الأمن حتى نروح المدرسة، أي هذا العامل الأساسي أو المهمة الأساسية إلهم، لكن أكو شيء يدل على يعني حسن أخلاقهم وحبهم لوطنهم وإيمانهم بأنه الأوطان تنبني من خلال الأجيال القادمة، من خلال التزام الطلاب في دراستهم وذهابهم اليومي للمدارس. يعني تشوفون الصور اللي أمامكم تتحدث عن مجموعة من الشرطة لمحافظة كربلاء المقدسة، هالشكل انتشر الخبر أنه قاموا دول الشرطة بيناتهم بإصلاح الرحلات الدراسية للطلاب، ومو فقط هذا، لا قاموا بترميم المدارس. يعني أكو مدرسة تحتاج إلى ترميم في البناء مالتها، فقاموا بأداء هذه المهمة، ومثل ما يعني وصلتنا المعلومات كاملة إنه هذا من مالهم الخاص. يعني تخيلوا أكيد هم خارج الواجب، لكن حبوا نعم إنه يبينون نفسهم هم منو هذه الفئة، ارتدوا الزي مالتهم العسكري وقدموا هذه الخدمة. ومثل ما تشوفون الصورة اللي أمامكم أن الطلاب شقد سعداء بأنه الرحلات اللي يجلسون عليها ما مكسورة، مريحة، تخليهم يركزون بالدرس، ما راح تسبب لهم أي أذية. ألف صحيح تحية وألف شكر وتقدير لهذه الثلة اللي فعلا يحبون الوطن
واللي فعلا عندهم ايمان بالاجيال القادمه اللي هي تعمر وتبني. يعني ليلى احنا دائما نقول لا ننتظر احد انه يساعدنا او يعمر او يبني، خلينا احنا يعني احنا نقوم بهذا الواجب، لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بالضبط، وهذا الشيء اللي سووه الشرطه من خلال يعني مبادرتهم هاي الجميله اصلاح الرحلات للمدارس يعني وللطلاب. هذا يعني الكثير للاهالي، يعني الكثير للمدرسين للمدرسه والطلاب نفسهم، ايش قد راح يصير عندهم ثقه بالسلك العسكري، وراح يكونون انه يعني خلينا نقول اكو التواصل فيما بيناتهم. يعني ايضا حب الوطن هذا يزرع في نفوس الاطفال انه فعلا يعني هناك حماة للوطن، فعلا هناك من يعني مو بس انه يساعدونا ويحافظون على الامن، ايضا يساعدونا في داخل مدارسنا، يساعدونا انه نبني مستقبلنا. احنا قلنا انه هذول يؤمنون بالاجيال بانه هم اللي يبنون الوطن. احنا هسه ما نريد نتطرق الى الجانب الاخر ونقول انه هذه واجبات اي جهه اللي هي المفروض توفر هذه الامور للطلاب، بقدر ما احنا نريد نركز على هذه المبادره. يعني تخيلوا الحس اللي متوفر عند هذه الثله من القوات الامنيه، الله يوفقهم ويحميهم ان شاء الله ويبارك لهم في اولادهم واعمارهم وارزاقهم. لا زال وطننا بخير. احنا نقول انه حياتنا تصعب والمشاكل تزيد، صحيح احنا متفقين وياكم، لكن لا زال الوطن بخير ما دام بشخصيات مثل هاي الثله من الشباب اللي امامكم، ومثلهم كثير. انتم شفتوا بالحلقات السابقه من صباح كربلاء كيف المبادرات اللي دا تنطلق منها، مدير المدرسه اللي كان يقدم وجبات الفطور على حسابه الخاص مع الكادر التدريسي، قبلها مبادرة الأخ أحمد الأستاذ اللي كان في محافظة المثنى وشفنا عنه تقرير كيف بادر مع زملائه، حتى ضاف للمدرسة في حديقة المدرسة بعض الألعاب اللي يسلون بها الأطفال. المهم يحاولون أنه يخلقون حافز للأطفال حتى يحضرون أيامهم الدراسية. يعني أشياء جميلة، وإحنا نحاول أن نسلط الضوء على الإيجابيات لا على السلبيات. رسول الله صلى الله عليه وآله أمرنا بالتبشير، بشروا ولا تنفروا. فأحنا رغم العوائق ورغم الصعوبات رغم الضغوطات نبقى إيجابيين، ونبقى إن شاء الله نحب بلدنا في حياتنا طبعاً ونركز عليها طبعاً. طبعاً لم ظل نباوع فقط على نصف الكأس الفارغ. صحيح ليلى، أحسنتي. أحسن الله عليك. إذن مشاهدينا الكرام، يعني كان هذا يعني المبادرة خلينا نقول أو هذا الخبر من الأخبار الجميلة ومثل ما ذكرت ليلى المبشرة لحلقتنا لهذا اليوم، واللي ممكن أنه تغير من مزاجنا أو نسميه أنه تحسن يومنا، أنه أكو أمل وأكو دائما خطوة جميلة نقدر من خلالها أنه نغير وضعنا بأيدينا عفوا بأنفسنا، من غير أنه يكون أكو فد يعني مثل ما نقول أو نكرر مسألة اليأس أو الإحباط.